يعني كنت باجي اخش الكنيسة يعني كنت بخش كده ساعات عايز اعمل المشحن وخلاص، انما بيني وبين نفسي مانيش عايز اصلي، مش حاسس باي حاجة. انا كنت واجي بقف جنب والدي في الشغل مع ابويا في الشغل، اجي ابص الاقي ابويا ومشغل القران، القران توت ما اتفتح في قلب المحل، ان حتى الناس اللي قاعده ماشيه في الشارع بقفوا يسمعوه. فانا عايز اشوف القران ده ايه، يعني عايز اعرف القران ده ايه، اغاني بتتقال ولا قران. قعدت اندمج بالقران ده، مره في مره كنا نسمع القران انا وابويا على طول ماشي. فجيت بقيت اسال الناس، يعني عايز اعرف القران ده ايه، اسال الناس، اقعد مع ناس كبيره اسالهم، اتكلم معاهم في الدين، بقيت افهم الدين واحده واحده، بقيت افهم القران واحده واحده، بقيت احبه ماشي. ذات نفسي اي واحد يفتح مصحف ويقرا فيه يلاقي الايه اللي بتقول لك اللي بعد منها اقران، يعني واحده واحده تلاقي المصحف ذات نفسه بيحببك في نفسه، كلام ربنا، كلام ربنا. ما تفتح المصحف كده تلاقيه بيشدك ليه، اي حد يفتح المصحف ويقرا فيه يلاقي المصحف يندهل كلام، ما يعني ده كلام ربنا اللي قايله مش كلام احنا اللي قايلينه، بتفرق بقى كلام ربنا اللي قايله، شوف ربنا بقى يعمل فيك ايه، ما بالك بقى ربنا اللي خلق الدنيا كله جايب كتاب، الكتاب ده من عنده، وما تقعد تقرا فين انت تشوف ايه اللي هيحصل لك، يعني لما تقعد تقرا في المصحف كده بقيت اقرا في المصحف. انا ما افهمش اي حاجه في المصحف، بس اقعد اقرا فيه، عايز افهم في كل حاجه، يعني اقرا كلمه عايز افهم اللي بعدها، اقرا ايه عايز اعرف الايه اللي بعدها ايه، مش من عندي يعني، انا من عند ربنا كل ده. انا ذات نفسي ما ملكش في نفسي اي حاجه، اللي جوايا دي من زوري. يعني كنت اشوف والدي يفتح القران شغل القران، افتح المصحف يفتح المصحف، عايز اعرف ايه اللي في المصحف. بقيت اسال ناس كتيره ونفسي اسال، عايز اعيش ابقى مسلم، ودي اللي طلبته من الدنيا كلها. قلت لهم يا جماعه انا عايز اعيش زي ما اي واحد مسلم عايش، نفسي اصلي واعيش وكده. فجيت لما خدت عيالي انا ذات نفسي مانيش عارف انا رايح فين وجاي من الناس، ناس قالوا لي هنقف جنبك، قلت بركه الحمد لله الاقي الناس تقف جنبه وتعوضني والكلام ده، واجيب شغل واجيب سكن. انا مش طمعان لا في فلوس ولا في اي حاجه، انا سايب فلوس، سبت بيتي وسبت عشتي وسبت شقتي وعشت شقتي فيها كل حاجه، ويمكن كانت احسن شقه في البيت كله بتاعنا، والناس كلها عارفه الكلام ده وعارفين مين انا الحمد لله، ومن النصارى المعروف انا عملت كل حاجه ووحش وحلو والكلام ده. بس عايز اتوب لربنا، بقى عندي 40 سنه عايز استغفر ربنا وعايز امشي في طريقه، امشي في طريقه بقى ان هو بقى اللي انا اخترته، مش اللي اهلي كانوا مختارهوني، الطريق اللي انا حابه. كنت بخش الكنيسه كنت بقرا فاتحه في قلب الكنيسه، لاني ما بفهمش اي حاجه في قلب الكنيسه، هو جاني داخل الكنيسه وخلاص، عشان اخواتي عايزين اخش الكنيسه، اخواتي عايزين اتجوز اتجوزت، انما انا اللي مش عايز ده كله، انا عايز اعيش زي ما اي واحد مسلم عايش. كنت اخش الكنيسه يمكن بعد ساعات اقعد اقرا الفاتحه كمان قلب الكنيسه. انا عايز انسان يبقى عارف الصح من الغلط، يقوم يعمل الغلط. طب ما انا عارف الصح، الصح كلام ربنا، وكلام ربنا مثله، افتح الانجيل وافتح المصحف شوف الفرق اللي بينهم هما اتنين، شوف الكلام اللي هنا عامل ازاي وشوف الكلام اللي هنا عامل ازاي. انت لو جبت عيل صغير وقلت له اقرا ديت واقرا ديت هيقول لك ويقرا لك الفرق كمان، مش هنقول لك بقى واحد بيفهم وواحد ما يفهمش. اي عيل صغير قابله في طريقك وافتح له الانجيل وافتح له المصحف وخليه يقرا في الانجيل ويقرا في المصحف، هو هيقول لك الفرق. ده كلام ربنا وده كلام المسيحيين، ده الانجيل ده نزل من عند ربنا، لو الانجيل ده نزل من عند ربنا الناس هتامن بيه كله. زي المصحف، المصحف نزل من عند ربنا، كل اللي يقرا المصحف يامن بيه ماشي. افتح الانجيل، لو الانجيل دي بتاع ربنا هيخليك تبقى نصراني على طول، انما الانجيل ده مش بتاع ربنا ماشي، لان ربنا ما قالش اللي فيه. دي كلام انا عايشه وحاسه فعلا، انا كنت بره المصحف لاني فاهم المصحف، ما كنتش حابب بره الانجيل لاني مش فاهم ولا عارف الانجيل بيقول ايه اصلا ماشي. فالانجيل ما ذكرش حتى الايام اللي احنا عايشينها، انما المصحف ذكر كل حاجه في المصحف، ذكر الانسان جه ازاي واتعمل ازاي والكون اتعمل ازاي وجميع الاديان المصحف قايلها،
ماشي. أنا لا في سنيين ولا في جماعات واخديني كده وخليني أنا أقول الكلام ده، أنا بقول الكلام ده من تلقاء نفسي لأن فعلا أنا عايشه. ماشي، أنا لما جيت رحت أسلم أنا اللي عملت ورق الإشهار الإسلام لأولادي، وأني أنا اللي عامله وأنا اللي بقيت أجري فيه. وما تتصوروش الورق دوت صرف عليا قد إيه فلوس، صرفت كتير أوي في الورق ده وصرف عليا، كنت بروح هنا وأروح هنا وأروح هنا وأجيب. ماشي، الإسلام مش إسلام إن أنت بتقول إن أنت مسلم، لأ ده الإسلام دي له معنى جامد أوي، إسلام كبير. يعني مش قلت معنى كلمة النفر يبقى مسلم يبقى مسلم خلاص، لأ فعلا في فرق في الإسلام جامد. ممكن نفر يقول هو يهودي، يعني ايه يهودي؟ ممكن يبقى يقول انا نصراني، يعني ايه نصراني؟ ممكن يبقى انا مسلم، بس ايه مسلم؟ انما الاسلام، الاسلام اللي يحمل كتاب ربنا ويقراه هو ده المسلم فعلا، هو ده المؤمن. عارفين يعني ايه المؤمن؟ انا بقى لي 20 سنه نفسي اسلم، كلمت ناس كتير او يمكن ثلاث اربع اصحاب عارفين ان نفسي اسلم، بس مش لاقي الفرصه، مش لاقي حد يقف جنبي ولا الكلام ده، ما لقيتش. ما صدقت ان لقيت واحد اللي هقف جنبك والكلام ده، ورحت ومشيت والكلام ده، وغريت انه يقف جنبه، وجه في الاخر رماني وتخلى بيه. ماشي، فوجئت بقى بحاجه بقى ان انا ما اعرفهاش في الدنيا دي كلها، وفعلا انا عشتها فعلا، ان ربنا كبير. عارفين يعني ايه ربنا كبير؟ فعلا ربنا كبير، كبير جدا. منين الناس ديت؟ ربنا اللي بعتها لي، ربنا اللي بعتهم لي ليه؟ علشان اقف على رجلي. هل انا اعرف حد هنا؟ ما اعرفش اي حد هنا. وفين ودوني الناس؟ والناس ديت في الصعيد، وقعدوني هناك وجابوا لي بيت وسكن والكلام ده، وقعدت في مشكله الحمد لله. هل انا اعرف ناس؟ اللي انا قاعد في وسطهم دول ما اعرفهمش، ربنا اللي بعتهم. ربنا بعتهم منين؟ ما اعرفش. بعت لي ناس من الامارات، ناس من السعوديه برضه ما اعرفهمش. ماشي، ناس واقفه جنب مني الحمد لله، اللي بيمشي في طريق ربنا، ربنا بيبعت له ألف ملائكة كمان تقف جنبنا، ملائكة تحرسه. الحمد لله، أنا كنت بأشهر ورقي، نزلت لقيت نفسي محبوس وأمن الدولة ومعمول لي 150 قضية. منين القضايا دي كلها؟ معرفش. البطاقة بتاعتي متقطعة، الورق بتاعي متقطع كله في تساوي الدسوم الشامة. وكل ما اسال واحد يقول لي انت عملت ايه، انت عملت ايه، انت عملت ايه، ما اعرفش. انا قلت بس انا هتحبس، يعني انا شايف نفسي كده هتحبس، هتحبس. يبقى لما تكون قاعد في مكان وتلاقي واحد يقول لك انت عملت ايه، وانت عملت ايه، وانت عملت ايه، ومطلوب القبض عليك والورق كله متقطع. فظبط نده لي، انا ما اعرفش حتى ده كان ظبط ولا ايه، فبقول له، قال لي في ايه؟ قلت له الورق كذا كذا كذا، ووريته الورق اللي معايا. قال لي ايه ده يا ابني، حرام عليهم، ده اهلك اللي عاملين ده كله. فانا اهلي يعملوا ايه؟ انا عارف اقصى حاجه اخواتي يعملوها، ممكن يعملوها ان هم يمسكوا في واحد يشكلوا مع واحد بتاع، ده امر واقع. انا عارف اخواتي على ايه، ممكن يضربوا واحد، ممكن يسلطوا عليه واحد، اخرهم يمكن مجبر في الاسم. انما يعملوا القواضي دي كلها والكلام ده، ده الورقة دي الحاجات دي حاجات كبيرة، يعني أكبر من إخواتي. فأنا هعمل إيه؟ ماليش إلا رب. قلت يا رب، يعني وفعلا ربنا بعت لي واحد قال لي تعالى يا ابني في إيه؟ قلت له والله أنا ما أعرفش في حاجة. فتح الدوسيه، الدوسيه كله مش شمع بالشمع الأخضر. قال لي إحنا أهلك يا عم، ما تخافش من أي حاجة. قلت لك البطاقة، إحنا نعمل لك بطاقة غير، نعمل لك أوراق تانية جديدة. فعلا ربنا يصلح حاله الظابط ده، خد الورق كله المتقطع وقام عامل لي ورق جديد، وقام عامل لي بطاقه جديده، وقال لي باذن الله بكره هتستلمها، بكره هتروح تستلمها. بقيت مش مصدق ان انا هروح استلم البطاقه. تاني يوم انا راح استلم البطاقه، الظابط اللي هناك برضك ما رضاش يديني البطاقه. يا عم هات البطاقه، اللي لا مش مديها لك. تصنع الظابط اللي هو اللي عمل لي الورق امبارح، هو اللي جه جاب لي البطاقه وهو اللي مضل عليها والكلام ده. هل انا اعرف الناس ديت ولا الناس ديت ربنا اللي بعتها لي؟ طبعا النفر ملوش في نفسه اي حاجه. يعني انا افتكر مره واحد قال لي انت المفروض تشتغل، وانت 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 وعايز
ويمكن قالها لي مرة بقى مستحيل كده، قال لي يلا امشي من عندي، وانا كنت قاعد عنده يعني، قال بالعرب المليان كده قال لي يلا امشي من هنا. نزلت طبعا، انا راجل صاحب كافيتيريا صاحب قهوة كان بيمسك ويجري في الفلوس والكلام ده، دلوقتي واحد قال لي يلا امشي من هنا اعمل ايه؟ نزلت قعدت قلت ما اقعد على القهوة شوية، وانا قاعد على القهوة شوية قابلت ناس ناس معرفهمش، كلمتهم الناس دول يودوني الناس ماشي، بفجأة لقيت قاعد مع ناس سبحان الله يعني ربنا بعتهم انا معرفهمش، يمكن ربنا اللي يعلم اللي كان موجود في بيتي ايه، ولا كان بيتي بياكل ازاي، ولا الكلام ده يعني. كل ده حصل انا ما يعني، يمكن الراجل اللي قال لي النهارده انت لازم تمشي من عندي، تاني يوم كنت نايل من عنده ماشي. جيت لما رحت قعدت على القهوه دي شويه، ربنا بعت لي الناس دول، الناس دول سبحان الله راجل راجل محترم يعني، بعت لي الناس دول، الناس دول سبحان الله راجل راجل محترم يعني، وقف جنب مني والكلام ده، وقال لي اعمل اوراق عيالك ويعمل نفسك شغال بالظبط، وما تقلقش ما تقلقش من اي حاجه يعني، احنا هنقف جنبك. طبعا انا ما اعرفش دول مين ولا الكلام ده اصلا يعني، واحد وداني لواحد وواحد وداني لواحد خلاص. وجاتني بقى طبعا جيت ببص لقيته جاب لي حاجات لبيتي والكلام ده، وقال لي مالكش دعوه باي حاجه واحنا هنقف جنبك والكلام ده، ما تزعلش من الناس اللي طردوك دول، دول مش مؤمنين اصلا. انا مش زعلان، انا يعني انا لو كنت عامل حسابي ما كنتش همد ايدي لاي حد اصلا، لان انا ياما صرفت وياما عملت، ومعروف فعلا في بلدي، معروف في المنصوره ان انا مسكت فلوس وياما ضيعت والكلام ده. هبكي على ايه؟ الفلوس انا بعرف اجيب الفلوس ازاي، ومعروف في المنصوره انا بعرف اجيب الاتنين ازاي ماشي. هبكي على بيتي ولا هبكي على شغلي ولا هبكي على ايه؟ انا عايز دلوقتي اهم حاجه عيالي. انا طلعت من الدنيا ودخلت دنيا تانية ما كنتش اعرف ان ده يبقى حالي، والحمد لله انا بحمد ربنا علاني فيه، انا مش محتاج حاجه من حد، لان فعلا اللي انا عايزه عملته. انا عايز ابقى مسلم، بقيت مسلم انا وعيالي بقينا مسلمين ماشي. واللي انا ما اعرفوش بقى ان انا ربنا رايد لي كمان ان مراتي تيجي معايا، يعني انا حاجه ما كنتش متخيلها ان مراتي تيجي معايا.